يحبس الظفرة، يبدأ المهمة وينثر السعادة للقمصان الصفراء. واحد لا شيء يبتسم لبوشة الصربي. هذا الظفراوي وهذه أخباره الحلوة. نعم هذه أخباره الحلوة. خالد الدرمكي هو من يبدأ المهمة. هذا أول هدف للظفرة هذا الموسم، سيظل هذا الهدف للذكرى. غلطة غلطة غلطة، ما هكذا تبعد الكرات من الدفاعات النصراوية. أي هفوة، أي خطأ كبير من جانب توزي، وأي عقاب يوجه من جانب خالد الدرمكي. توزي برتغالي، أوهو غلطة الشاطر بلف. ما هكذا تبعد الكرات، ما هكذا تمرر. يأتي بغلطة وكانت الغلطة كبيرة وكان العقاب أكبر في زاوية صعبة على أحمد شامبيه. ينجح الظفرة في الاستثمار وفي الاستغلال وفي توجيه أول الضربات ويتقدم بهدف أول. عب تماما صعب المهمة على العميد وعند النصر يعزف لحن جميل في اللقطة الماضية ويسجل هدف التعادل، لكن عندنا قرار من المساعد على وجود حالة تسلل، على وجود حالة تسلل. معزوفة نصراوية جميلة لم تكتمل، لم تكتمل بداعي وجود حالة تسلل. يبدو هذه الكرة، هذه التمريرات، الله على كرة هيئت والله على نهاية من جانب ديمبو داربو. ديمبو داربو الذي أرسلها بصورة جميلة، سجلها في مرمى الظفرة، عادل النتيجة الظفراوية. يقولون أن التسلل النصراوية، يقولون أنها هدف، والحكم يراجع القرار. الحكم يراجع القرار، هل كان فيها تسلل؟ هل كان فيها تسلل؟ الهدف جميل، الكرة ملعوبة بصورة جميلة وانتهت بصورة جميلة. وأنا يبدو لي، يبدو لي أن حكم المباراة الآن من خلال الهدف، هدف للنصر. نعم يعود العميد يعادل النتيجة.